صباح الخير ونهاركم سعيد من الـ LBCI. بين الميثاقية السياسية وحقوق المسيحيين السياسية هناك ميثاقية أخرى وحقوق مسيحية أخرى تتعلق بالأرض التي ينتمي إليها هؤلاء في مختلف أنحاء لبنان. وكما فقد المسيحيون من حقوقهم السياسية فكذلك هم يفقدون أراضيهم، وهم أيضا من يتحمل مسؤولية كبيرة في هذا الإطار، لأن قرار البيع ينبع من قناعة كل إنسان، ولكننا أيضا لا يمكننا أن نغفل بعض التعديات التي تحصل هنا وهناك. في موازاة ذلك تستمر الأزمة السياسية متفاقمة، فالحكومة التي اجتمعت بالأمس لم تحدد جلسة جديدة لها، ولا تزال كل الأطراف على مواقفها رغم الاتصالات الجارية، علما أن مواصلة تعطيل مجلس الوزراء قد يؤدي إلى تداعيات أكبر من الموجودة، وفي مقدمها على صعيد المراكز الأمنية مسألة منصب قائد الجيش. فهل يخضع رئيس الحكومة لما يمارس عليه من ضغوط، أم يواصل عمل مجلس الوزراء بمن حضر ووفق النصاب؟ ضيفنا في نهاركم سعيد اليوم رئيس حركة الأرض الأستاذ طلال الدويهي، ومعه نناقش مسألة أراضي المسيحيين والتطورات السياسية. أهلا وسهلا فيك بالـ LBCI. بونجور أستاذ حسان. بدنا نشوف شوية نحن وياك كمان حركة السير على بعض الطرقات. أوتوسترا جوني ضغط سير باتجاه بيروت باتجاه الشمال، حركة طبيعية من بعد الملعب البلدي، بتتحسن حركة السير باتجاه بيروت. منطقة الدورة عم نشوف شوية ضغط سير باتجاه نهر الموت، أما باتجاه الكارنتينا فالحركة طبيعية، وكذلك عند مستديرة الدورة كمان عم نشوف حركة طبيعية باتجاه الكارنتينا وسط بيروت، وأيضا من الكارنتينا باتجاه جسر الدورة. منطقة تمثال المغترب المرفأ الحركة فيها طبيعية جدا. باتجاه وسط بيروت في ضغط سير كتير قوي باتجاه الصيفي ووسط بيروت، أما باتجاه المرفأ فالحركة طبيعية، وكذلك من وسط بيروت والصيفي الحركة طبيعية جدا. عم نشوف عجقة السير على بولفار شارل حلو. ساحة ساسين بالأشرفية طبعا حركة فيها طبيعية مع توقف عند التقاطع الرئيسي بهالساحة. شارع الحمراء ضغط سير مع توقف عند التقاطعات والإشارات. طريق المدينة الرياضية المطار ضغط سير مقبول باتجاه نفق سليم سلام، أما باتجاه المطار والمدينة الرياضية فالحركة طبيعية. وأخيرا ساحة النجمة بمدينة صيدا الحركة فيها أيضا طبيعية جدا. استصلال، يعني قبل ما نحكي بمسائل التي لها علاقة بأراضي المسيحيين وما يجري على كل هذا الصعيد، اليوم هناك مسألة أساسية، البلد يشهد تعطيل متمادي، الحكومة معطلة، وطبعا يعني عنوان الأزمة السياسية الحالية هي الميثاقية وحقوق المسيحيين. يعني هل بالفعل يعني هناك مشكلة ميثاقية وهناك مشكلة حقوق مسيحيين؟ هلا ما بقدر بعتبر انها مشكلة ميثاقية بالمعنى الصحيح، بس بعتقد مشكلة سياسية. البلد عايش بحالة في وضع سياسي مأزوم. اليوم التيار الوطني الحر بما يشكل من عدد نواب بمجلس النواب مع حلفائه القوات اللبنانية، وما بقى مع بعض المستقلين اليوم انضموا الى هذا التجمع النيابي، صاروا مؤثرين. يعني صار التمثيل داخل الحكومة، يعني اليوم قد ما نحكي بالميثاقية عم نقلل من قيمة بعض المسيحيين اللي هني وزراء بقلب الحكومة، وهذا شيء ما نريده. وبعد نعتقد انه هني كتير مؤثرين، بس باللعبة السياسية عدد النواب اللي هني صاروا يعني منضمين الى معارضة سياسة الحكومة بشكله حالي صارت فارضة حالة على مجلس الوزراء. وخصوصا انه بالموقف اللي اخذه التيار الوطني الحر انضم او ايد حزب الله الموقف، وقدر مان على حليفه الوزير فرنجي بانه وزيره ما يشارك بالحكومة، فهذا شيء شكل حالي ضغط على الحكومة. ما عاد وضع طبيعي كتير الحكومة بهيك جو. طب هذا الوضع غير طبيعي للحكومة، يعني كيف السبيل إلى الخروج منه؟ اليوم إذا استمر التيار الوطني الحر على مقاطعته، واستمر حزب الله بالتأييده لإله، واستمر أيضا تيار المردة بأخذ هذا الموقف التضامني، وعم بقولوا أنه هذه المواقف إن كان حزب الله وإن كان تيار المردة هي للمساهمة بإيجاد حل، ولكن لا يبدو أي حل في الأفق، ونحن يعني عم نقترب من استحقاقات أساسية من بين مسألة قائد الجيش. ماذا يفعل رئيس الحكومة لو عدة مرات بالاستقالة؟ وهل يمكنه أن يترأس حكومة غير منتجة؟ الواقع أنه الحكومة راحت باتجاه صارت غير منتجة، وصارت تصريف أعمال أكثر ما هي تقريرية بهذا الموضوع.
هلا موضوع اللي صاير المطلب اللي هو محدد من قبل التيار الوطني الحر وتحديدا وزرائه في الحكومة بعملية تعيين قائد للجيش. عمليا في شيء بالبلد عم بيشغل غلط وعم بيخلق شعور عند المسيحيين إن كان بكل الزوايا الإدارية والعقارية والقرارات اللي بتاخدها الحكومة. مثلا تعين رئيس الجامعة اللبنانية. طيب انه ليش هون منعين رئيس جامعة لبنانية وغير محل بتروح العملية انه امين عام مجلس الدفاع بيتمدد له. يعني عم نطلع نحن دايما وقت اللي بتوصل عملية التعيين او عملية التغيير او عملية تحديد مسؤولية عند المسيحيين بتبلش تاخد ايلو قال وبتبلش تاخد منحة غير ما نشوفها بالمنحة الثانية عند اخواننا. انه رئيس الجامعة اللبنانية مر بسلاسي ما حدا حس بالموضوع مع انه مركز عالي المستوى وله تأثيراته على الحياة الثقافية بالبلد ما حسينا فيه يعني كيف مر. اما انه اليوم اذا بدك تعين رئيس مصلحة وبيكون هذا الموقع لشخص مسيحي عم بيصير عمليات بالتوكيل وعم بتصير في عملية أخذ وعطى كتير وعم بتصير القصة بلشنا بشوي شوي عم بلش نشعر وكأننا جالي بهالبلد منا أساسيين. هذا الشيء عدة شغلات عم بتصير عم بتخلي هالشعور يقوى عند فريق كبير من المسيحيين. نحن كناس عم نتعاطى أساس بسام بأمور بأكتريتها بتخص الواقع المسيحي داخل الدولة اللبنانية إن كان كمجتمع مدني أو كان كتعاطي سياسي. فأنا كملف بتعاطى فيه كحركة أرض ملف الأراضي عم حس في إجحاف في إجحاف فاضح ببعض الأمور اللي هي تعود إلى اطمئنان المسيحيين على أرضهم أقله. بس كمان اليوم بيجي مين بيقول لك أنه بمسألة الحكومة أنه طيب هونيك بهذه المواقع الأخرى يلي تتبع لطوائف أخرى عم بيكون في توافق وما عم بيكون في مشكلة، بس عم نجي نطرح مسألة مثلا قائد الجيش أو الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع عم بيصير في مشاكل وعم بيصير في عدم توافق وما عم نقدر يعني نأمن التلتين لحتى نعين شخص جديد. طب شو بنعمل؟ لأنه عم بيصير الجو أستاذ بسام بالكوتا أنه اليوم أنت وقت اللي عم بيكون في موقع لأخونا بالطائفة السنية عم بيتركوا الموضوع أنه يتقرر بالطائفة السنية أو بالكيادة السياسية للطائفة السنية. وإذا كان الموقع شيعي عم بيتركوا أما بس عم بتصير القصة عند الموقع أي موقع مسيحي عم بيصير في أول شيء عدم يعني قادرين المسيحيين يقرروا بهيك أمور يعني هني ما أنت اليوم بدك تاخذ الواقع مثل ما هو. اليوم في حكومة وهالمجلس الوزراء أنه اليوم وقت اللي بتجي أنت بتحط موضوع حساس بهذا الشكل وما بتعالجه بسرعة بصير خطره أكتر. يعني موضوع قائد الجيش منه موضوع عم بتعين أنت مدير بشركة أو مدير بالدولة. هذا مركز كتير حساس وكتير أمني وكتير عظيم. بس كمان المسألة أكبر من هيك. يعني اليوم الحكي عن الميثاقية ينطلق من مسألة رئاسة الجمهورية بداية أنه عليكم أن تسلموا بالعماد عون رئيسا للجمهورية لأنه هو الأكثر تمثيلا عند المسيحيين وهذا أمر مفروغ منه. يا هيك بصير يا منروح على غير محل، نرجع منروح على قانون الانتخاب، نريد قانون الانتخابات يؤمن تمثيل صحيح 100% للمسيحيين أو يتيح للمسيحيين انتخاب 64 نائب مسيحي، ومنروح على كمان على غيرها من الأمور. طيب هل هذه العناوين الكبرى إلى هذه الدرجة يعني متاحة حاليا؟ لا أكيد مش متاحة. أكيد مش متاحة. تاني شيء اليوم إذا كان في فريق المسيحي عم بيطالب بالعماد عون رئيس جمهورية بالشكل اللي عم بتشوفه على الإعلام وعم نشوفه بالواقع السياسي، بس كمان في فريق شيعي قوي طرف قوي هو داعم هيدي القصة، يعني مش بس مسيحي داعمينها. وهذا الطرف الشيعي القوي اللي هو حزب الله هو أكتر تأثيرا من أكترية القوى السياسية على الأرض. والدليل على ذلك امبارح أنه التيار المردة وزيره أو رئيسه باجتماع طاولة الحوار كان على عدم تفاهم جدي بموضوع الميثاقية والحالة اللي عم بيتصرف فيها. كان بس تغير عن الجلسة بعد الجلسة تغير لأنه حزب الله طلب منه
ومانع له انه يتغير. فمعناتها المايسترو بتقصد يعني حزب الله بيقدر يمون على النائب سليمان فرنجيه؟ ايه بيقدر يمون اكيد، وبين امبارح انه مانع على على النائب سليمان فرنجيه. يعني نحن ما عاد القصه خافيه على او في اسرار الهه بالموضوع، القصه واضحه. الحزب الله هو المايسترو بجزء كبير من اللعبه اللبنانيه، وبالمقابل في تيار المستقبل اللي هو متمكن من الحكومه برئاستها وبأكترية وزراء كمان مؤثر بالوضع الحكومي داخل البلد. يعني في وضع تاني هو وضع حزب الله، ما فيك تاخده إلا بدك تاخده بعين الاعتبار، وهو الداعم الأساسي للعماد ميشيل عون. مش إنه تكتل مسيحي بدون يعني العماد ميشيل عون في قوة أساسية باللعبة السياسية بلبنان هي متبني ترشيحه وبدها إياه. ليش بدنا نحطك هلا؟ بعض الفرقاء بيقولوا إنه نحن بدنا ناخد المسيحي الأقوى، عم بينطرح العماد ميشيل عون وفي تحالف بينه وبين القوات، فهذا الواقع يعني على على الساحه المسيحيه بشكله واحد. بس اليوم ما حدا فات على عمليه حل هذا الموضوع، يعني ما في حل جدي لهذا الموضوع، في فعل وفي رده فعل. اليوم مثلا حزب الله دعم العماد ميشيل عون، رئيس بري دعم الوزير الفرنجي، فهذا على الكورون الشيعي. على الكورون السني والرئيس بري متمسك بالحكومة وبقول انه الحكومة لازم تنتج، وبقول انه الحكومة لازم تاخد قرارات ولازم توقع المراسيم، والحزب معه بهذا الموضوع. يعني الحزب ما بده الحكومة تفرض، بس عمل وقف مثل ما بنسميها نحن بالدارج، وقف على خاطر العماد ميشيل عون بهذا الموضوع، لانه صار في تكتل كبير امام الطرح اللي طرحه الوزير جبران باسيل، والكلام اخذ بغير محل، يعني صار يروح بغير اتجاهات. فعمل توازن بالرعب اذا بدك تقول الحزب، وضرمان على الوزير الفرنجيه، وفي في واقع انتخابي لبعض الوزراء او القوى السياسيه داخل الحكومه انها مالت لجهت، وهيك شكلت 8 وزراء ما حضروا جلسه. طيب كمان يعني بهذا الاطار انا بحطها باطار السياسي، ما بحطها باطار الميثاقي، لا ما فيني انا شيل انزع تمثيل الشيخ بطرس حرب ولا تنزيل 6% بمثل المسيحيين. شو لا انا ما بعتقد هيدي يعني الشيخ بطرس حرب والوزراء المسيحيين الاخرين حسب احصاءات التيار الوطني الحر بيقولوا مثلوا 6%. لا ما على شيء، لا انه الشيخ بطرس والوزير الفرنجي وال هلا في خلل بالتمثيل. يعني اليوم مثلا الوزير سجعان القصي ما عاد رفع الغطاء عنه الدعم السياسي والتمثيل السياسي لإله، فصار هو بيمثل حاله او مجموعه صغيره لإله. ما يعني ما فيك تجي تقول هذا ممثل هلا او الوزير الاعلام رمزي جراج، يعني شو تمثيله؟ مع احترامي لإله لشخصه الكريم، بس عندهم مواقف كمان داخل مجلس الوزراء، عندهم مواقف ولازم يكون عندهم مواقف، لانه هن بالنتيجه وزراء لان بهذه الطائفه. صحيح عندهم مواقف، انه يمكن في ناس موجودين بتكتلات وما عندهم مواقف، اوكي، بس الواقع انه بالسياسه ما فيك تغفل عن حجم النيابه اللي انت جاي من خلاله ممثل على اساسه. مجلس وزراء بيعطي ثقه للحكومه، يعني بيكون في وزير مثل ما بيقولوا بسمنه ووزير بزيت، يعني لا مش عطى بس عطى ثقه لكل هذه الحكومه. وقت اللي حزب الكتائب بيسحب بي 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 بيخرج الوزير سجعان القصدي من حزب الكتائب، معناتها وفي حزب وفي وزير يعني الصفة السياسية بطلت يعني في جزء، ولكن هو بعده وزير بالحكومة. أوكي يتمتع بثقة هو بالقانون، هو وزير. أيه هو وزير وعم بيمارس دوره، واكيد بيمثل قرارته بيمثل قانونيا، ما في لا غبار على تمثيله، بس عم بحكي انا بالسياسي مش عم بحكي بالقانونية. بالسياسي الحزب الكتاب تبرأ منه وفصلوا من الحزب، فاليوم صار هو جوا بصفته الشخصية، بس انه الصفة القانونية اكيد هو شرعي. طيب. هو بس كمان بهذا الاطار يعني هناك سقوف عالية تطرح او ينقل كلام بهذا الاطار، انه اليوم اذا لم يتم الاستجابة لمطالب العماد عون، العماد عون بكرة ب13/20 رح يعلن انه نحن كمسيحيين سنذهب الى الانفصال، سنذهب الى شو بعرفني، سميها لمركزية سياسية موسعة، سميها فيدرالية، سميها انه هذا الهدف موجود او هذا الطرح موجود يلوح به. استاذ بسام انا ماني عم بزيع سر اذا بقول لك انه داخل الشارع المسيحي في توجه صار قوي كثير يطالب باللامركزيه. شو اللامركزيه، اداريه ولا سياسيه؟ حتى السياسيه، حتى لانه السياسية. في امور بلشت يعني من حيث لا تدري او تدري عم بتروح بغير اتجاهات. اول شيء اذا بدي اخذ انا الاختصاص اللي انا بتعاطى فيه موضوع الارض، انه اليوم شق طريق بحاره الست
هات الست لنقول لهم للمشاهدين وين بتشوف؟ لا ببعبدة. ها ببعبدة؟ ايه حد الجمهور. وين الست؟ وين الست؟ ايه حارة الست. بينتقل الملف انه البلدية اعترضت على الطريق، بينتقل الملف على مجلس الوزراء. الاستاذ علي تاج الدين بيشتري شركة عقارية اسمها شركة دلهمية للإنماء. عظيم. عامل استثمار فيها 2%. بيعمل شركة تانية وبده يرجع ينشئ شيء وبيطلب رفع عامل الاستثمار إلى 40%. عظيم. بيصير في اعتراضات من أبناء الدبية، بيتحول الملف على مجلس الوزراء، صاير بمحل بتشوف مجلس وزراء مثل كأنه مجلس ملي لطائفة معينة أو لفئة معينة من اللبنانيين. ما بصير شق طريق على طول باطد بين 160 لل 200 متر بدك تحول إلى مجلس الوزراء، رفع عمل استثمار لشركة عقارية بدك تحطها بمجلس الوزراء. يعني بحقلوا شقوا طريق؟ هلأ بالمبدأ البلدية رفضت، يعني إذا كان البلدية رفضت في وجهة نظر أساسية قانونية للبلدية، إذا كان البلدية تنفذ عنها مروح على مجلس وزراء، وإذا كان الأهالي الدبية تنفذ فوق منه مروح على مجلس وزراء. صاير مجلس الوزراء في محلات عم بيتدخل بأمور مباشرة على الأرض، في محلات عم بيتجاهل أمور مباشرة على الأرض المحل التاني. فلهالسبب أنا بخلال تعاطيه اليومي ما بالأمور مع الناس عم حس أنه المسيحيين صايرين باتجاه نحو أنه لا مركزية إدارية وسياسية، عم بيطالبوا باللامركزية. ليش؟ لأنه عم بيحسوا أنه مغبونين أكثر من أنه مغبونين. شيل الواقع السياسي اللي ما يطالب فيه التيار الوطني الحر، شيل الأمور الحياتية اللي هي كل يوم موجودة على الأرض. بس عندهم المسيحيين حلفاء بصفوف الطوائف الإسلامية، إن كان عند الشيعة ولا إن كان عند السنة ما بتستثمر بكل المحلات. هيك بيقولوا لا هلأ التيار الوطني الحر بيقول أنه حزب الله هو حليفنا، والدكتور سمير جعجع بعده امبارح بخطاب قداس الشهداء بيقول وحليفنا الرئيس سعد الحريري لرئاسة الحكومة، بعده عم بيقولوا انه هن حلفاء. بس ما في تناغم سياسي على الارض. هلا التحالف بالسياسي المارش طويل عريض، بس التناغم على الارض وبتنفيذ القرارات وال يعني استاذ بسام انا بدي اقول لك شغلي، يعني اول شيء في اكبر مثال عندنا هي منطقة ليسا. عظيم. بمنطقة ليسا ما في حق على الإخوان الشيعة، في حق على الدولة. لأنه هي ما عم تقوم بعمليات المساحة. لا ما في مساحة. اللي كان عم بيصير مبارح بالليسة واللي تعرضوا له بعض الأهالي على رأس الشيخ محمد العتاوي، هذا عم بياخدوا الشقلة مش ممسوحة، مليونين متر ممسوحين نهائيا. ما في ما يعني إذا بده يصير عندك اعتراض في محاكم للاعتراض ما فيك تعترض على مساحة نهائية. وبعدين انت عم تحكي على موضوع بليسة هو حوالي 4,800,000 متر، مش القصة انه من مبارح وهلأ هذه نبتت، في عملية مسح نهائي لمليونين متر. هون عم بياخدوا الشقلة المهندسين واللي بيتعاطوا بعملية الأراضي بيفهموا إيش معنيات الشقلة، بينها لعملية تحديد وتحرير ولا عملية مسح ممسوحة نهائيا وخالصة القصة. عم بياخدوا الشقلة مشان عملية يحطوا الحدود وتركيبة إذا بده واحد يعمر، هذا كيف بياخدوا الشقلة، هذه قصة تقنية. عظيم. اعترضوا لقالها الدولة وقفت مكتوفة الإيدين، ما حدا تحرك. يعني التحرك تبعها كمان خجول، يعني في قوى الأمن يطلعوا. تشاهد الدولة تحصل الوضع هذا قرار قضائي، هذا مش انا عيتي. لو كان قرار قضائي طيب ليش اول قرار قضائي يعني يمتنع عن تنفيذه؟ لك اوكي، بس انه اليوم يحولونها لكان على مجلس وزراء. هذا موضوع كثير حساس وضئيل وعم بياخذنا بمحل ما حدا بيريده، لا انت بتريده لا انا بريده لا حدا بيريده، لانه عم بيروح بمحل طائفي، لانه الملكيه الارض هون للبطريركيه المارونيه، ولانه المطرانيه جوني هي المشرفه على هذا العقار على العقارات هيدي، وهذه الضيعه فيها مسيحيه وفيها شيعه. هلا انحلت بليسة ولا بعد؟ ما انحلت. المساله مقام النبي شمعون يلي قام بده يتعمر. ما انحل شيء، بعد الامور معلقه اللي ما بنعرف الامتين يعني. وما عم بصير يعني انا اليوم في خلاف على هذا الموضوع، ممكن يكون الاخوان الشيعه معن حق وممكن يكون ما معن حق. بس مين اللي بيحسن بهذا الموضوع؟ توائر الدولة اللي بدها تحسم، القاضي العقاري اللي بده يحسم، قوى الأمن بدها تجي تنفذ، مش مين يعني القصة بيد مين؟ يعني أنا بدي أقول لك شغلي اليوم، إنه اليوم إجا وزير المال معالي الوزير علي حسن خليل طلع مذكرة ب 31/12/2015 المذكرة الشهيرة اللي صار كل الناس حافظينها مثل بويزي. طيب
اجت طلع المسيحيين تبدين ينفذوا بالعقورة. اعترض المختار وقف المختار بقامة البلدية وقامة الدنيا على شوي بدين يحولوا المختار على المحاكم يرفع عنده الحصاني وصار القاضي بده يتمرجل على المختار وبتمرجل على البلدية والمسيحيين صاروا قبضويات. طيب خي ليه هون ليش بحد منا بلسة في حيا ومستحيين والقاضي بيستحي والمسيح بيصير خجول وكل العالم بتصير خجول؟ لا انه شو انه عم بتقولون انه في عند اخواننا الشيعة فائض من القوة عم تتمارس؟ لا مش وين التحالفات السياسية هون؟ وين الواقع المسيحي المتحالف مع ال وين هون؟ يعني التركيبة السياسية في تحالف متقدم بالسياسي بمحل وبمحل في حقوق ما في هالتحالف السياسي اللي كتير عم نقدر نتلمسه. تلمسناه بفترة من الفترات بالحدد باستعادة الأرض، صحيح انه تمورس ضغوطات مشان رجعنا قدرنا سردينا عقار معين، بس ولكن مش عم بتصير القصة وين ما كان. اليوم بتطلع انت بتجي بتشوف انه المنطقه هل هالتحالف هو تحالف يعني هيك سياسي لفظي منه عملي؟ لا هلا يعني بمحل عمليا وين يترجم؟ حتى بالسياسي وين عم يترجم؟ بالسياسي انه بموقف برئيس الجمهوريه حزب الله داعم التيار الوطني الحر بهذا الموضوع. أوكي. بس انا اليوم الناس ما يعني ليس بالخبز وحده يحيى الانسان، يعني مش بموقف سياسي انا بدي اعيش وابني سياسي على هذا الوقت. في واقع سياسي مأزوم مسيحي كمان، في واقع سياسي مأزوم بس يعني بتحملوا مسؤوليته المسيحيين كمان. ما في شك بيتحملوا مسؤوليته المسيحيين وبتتحمل مسؤوليته. مش كل شيء كبوا على السني وعلى الشيعة؟ لا مش عم كب على السني، عم كب على الدوله. انا الدوله بما فيها كل الاطراف، انا ما كب على الحكومه. انه اليوم موضوع مثل ليسا، انه ما لازم نشوف فعالية اكتر للقوى الامنية تقدر تحتضن الواقع وما تخلي العملية تتفاعل، لانه هذا موضوع حساس وطائفي. ما شفناها، شفنا انه في ضابط مسؤول هو عم بيعمل اتصالات مع الفرقاء تيروق الجو وتمشي، ما حدا ياخذ خطوات لقدام شوي مشان يضل الجو ممسوك، بس منه متماسك الجو. يعني عمليا اذا كنت بتجي انت على الاداره وقت اللي بينجاب شخص من خارج الاداره وبيتعين محل موظف طلع تقاعد مسيحي ولا يراعى فيه الموضوع، وبقصة الوظيفة إذا لابورة بتخبرك بيطوش راسك بالمواضيع، يعني في أمور على الأرض كتير معسرة. طب وين هي القيادات المسيحية؟ وين هي الأحزاب المسيحية؟ يعني الأحزاب المسيحية وين ما بتفوت بهذه الملفات وتتدخل بهذه الملفات وتقاتل من أجلها؟ وين الكنائس المسيحية؟ وين كل من يستطيع أن يمارس دور في هذا الموضوع؟ طب وين إنه؟ طيب نحكي انه في غبن بالوظائف، نحكي انه في صيف وشتي تحت سقف واحد، نحكي انه في عمليات تعدي على اراضي وما بعرف شو ما بعرف شو ما بعرف شو، طب شو عم نعمل؟ استاذ بسام، بالواقع يعني انا بفهم بموضوع الكنيسه صرت جيدا، يعني بسمح لنفسي اني احكي بهذا الموضوع. الكنيسه اليوم الناس اذا واحد بده يدفع قسط ما قدر دفع قسط مدرسه بيقول وينه البترك؟ البترك ما عنده سلطة مباشرة على الرهبانيات. خلينا نبلش نوضح الأمور للناس، الناس تعرف أنه وين هي القصص. تاني شيء بموضوع العقاري، ليس تابعة للنيابة البطريركية لمنطقة جوني، واللي هي عم بتقوم بأكثر من واجباتها وبدعم مباشر من البترك، وأنا بكون حاضر وعم شوف داش البترك داعم لهذا الموضوع وكل إمكانياته بيحطها بهذا. بس شو بدن العالم؟ بدن البترك يجي يعد بليسا يعني؟ إذا البترك إجا على ليسا صارت في حرب طائفية بالمطلق بتصير. زميلنا سيما أبو فاضل بيقول بموقع الكلمة أونلاين أنه هالجمعة ما اجتمع مجلس المطارني لأنه ما بده يفوتوا بنقاش بقصة العقورة وقصة ليسا وقصة مدري شو وقصة الأراضي. هلا ما بعتقد أنا القصة هالقد، بس بعتقد أنه في غياب كبير بقلب المطارني بداعي السفر، وبعدين اليوم مطارني اجتمعوا المطارني الجدد بيروحوا بيعملوا دورة بالفاتيكان، وهذا الشيء كله يعني له دخل بالموضوع. بعدين أنا بدي ما أكون سلبي بهذا الموضوع لأني أنا شخص معروف أني بقربي للكنيسة. بعرف أنه أنا كحركة أرض أنا 80% من دعمي هو من البترك. فكيف انا بدي اجي احط ارمي مسؤوليه على البترك؟ ما هو البترك والسجال القائم اليوم بين المطران مظلوم والدكتور فارس سعيد. هلا يعني انا
ما بدي افوت بهذا الموضوع لانه بحترم اثنين وبقدر اثنين وبعرف انه اثنين عندهم اهداف سامي بهذا الموضوع، بس ولكن التفسير السياسي لكل طرف له شو الامور كمان منطلقه منطلقات سياسيه بهالموضوع؟ اكيد منطلقات سياسيه. طيب القوى السياسيه وينها؟ القوى السياسيه يعني في تقصير بالقوى السياسيه خصوصا بيعملوا تصريحات، في البعض منهم بيعمل تصريحات بس انه عمليا ما في مواكبه فعليه لحقوق الناس على الارض، وهذا الشيء ما بيتحمل مسؤوليته القيادات السياسيه، يعني مش الدكتور جعجع ولا العماد عون ولا الوزير فرنجي ولا الشيخ سامي، في نواب عندهم في تراتبيه، النواب تابعين له. اوكي في نواب بعتبر أنا بعض كتير من النواب مقصرين بواجباتهم بهذا الموضوع، يعني رايحين كتير بقصص سياسية عليا، أنه اليوم بعرف أنا أنه التيار الوطني حر والعماد عون في عندن هدف أساسي خط عريض، هي موضوع الفراغ الرئاسي ورئيس الجمهورية وكونه هو مرشح وعم يشتغل كل الواقع السياسي حتى هو يوصل بالوقت العملية فيه أخفاءات كتير وما في شيء بالمستقبل السياسي وللرؤية الحالية بتبين انه في مشروع رئيس جمهورية اليوم. الامور الثانية اللي هي امور حقوقية اللي كان بلشنا من حقوقنا في الارض، لانه نحن مشكلتنا بالارض استاذ بسام الناس كلها تعرف هي مشكلة قانونية، الدولة اللبنانية هي المسؤولة عنها، الدولة اللبنانية، وقت بقول انا الدولة اللبنانية مش عم بقول السنة والشيعة، عم بقول الدولة اللبنانية ككل مع كتير من المسيحيين اللي كمان قيادات مسيحية وقيادات نيابية وفعاليات نيابية ما عيرتها كتير اهتمام ولا مهتم كتير بهذا الواقع، لانه احنا بنعرف انه داش بيطبشولنا على كتافنا بس ما بنشوف شيء على الارض بهذا العمل يعني، وهذا شيء اساسي. اليوم وقت اللي انت بترجع بتجيب ترد قانون اللي انسحب بال 97 بترجع بترده، براءة ذمي البلديه بتردها للبلديه وحق الشفعه بترده للناس، انت معناتها رجعت تحصن الواقع وبتتحل 80% مشاكل الاراضي. عظيم. فالهيدي شغله مين بده يعملها؟ مجلس النواب والحكومه، يعني هيئه الدوله ككل اللي هي معطله، هي ما عم تهتم كمان بهذا الموضوع. ما شفت انا طلع نائب عمل مؤتمر صحفي باستثناء الشيخ بطرس حرب وحكي بهذا الموضوع، قدم اقتراح قانون، ايه يعني قدم اقتراح قانون وفي نواب غيره قدم اقتراح، الشيخ سامي قدم، الشيخ سامي قدم بخصوص تملك الاجانب، العماد ميشيل عون قدم بخصوص تملك الاجانب، النائب المعلوف صديقنا جوزيف المعلوف قدم شيء قانون انا كثير عجبت بهذا القانون اللي هو قدمه باسم كتله القوات اللبنانيه. صحيح. فالواقع انه قدموا بس ما في شيء جدي بداخل مجلس النواب وداخل لجنه الاداره والعدل عم بينعمل بهذا الموضوع، عم بيتاخذ تيروه على الجمعيه العموميه. وبالمقابل في نائب واحد مجلس النواب اسمه النائب حكمة الديب قدم مشروع قانون مشان براءة ذمي البلديه رجع، بس هذا كليته وينه؟ ما بعرف اي جرار ولا بعرف وين، يعني في مبادرات انا بعتبر هيدي نوع من المبادرات انعملت بينما بالفعل ما عم نشوف شيء، وهذا الشيء اللي هو عم بخلينا كل نهار نعيط ونصرخ ونلحق ونتصدى وندخلكم وما بعرف شو، هيدي هون بتفزع هون مش ماشي، وبيجينا كل يوم خبر من محل ومحل، هون في بيع هون في عمليات استيلاء، يعني الواقع كليته بينعمل بتحس انت انه مثلا مذكره الوزير تحديده مشان عمليه الاملاك الدوله اللبنانيه، طيب امبارح تنتبه الوزير انه المذكره تبعه انه الماده رقم 5 من قانون رقم سنه 1930 رقم 3339 امبارح انتبه لها، يعني وكنا رايحين بمحل كانت رح تؤدي الى مشكل كبير بالعقوره، يعني اليوم وعلى بكره طلعوا المسيحيين بدهم يمسحوا بمنطقه الارز او بدهم يمسحوا بمنطقه اهدن او بالابيات او ما هذا جبل لبنان القديم في قانون، اذا بدك تعمل فيه تعديل بتعمل له قانون، اليوم مزروكين كتير لعمليه المسح والتحديد والتحرير، وهذا الموضوع بوقت لانه في محلات لا فينا نعمل تحديد وتحرير ولا فينا نعمل مسح ولا فينا نعمل مخالفه، في ناس تشيل مخالفه، ما فيك تعمل شيء، ما فيك تعمل شيء، وبمحل انه انا عندي 85 عشرات السنين عندنا 85 مليون متر بالقاع مغتصبين وفي رابط نزاع وفي احكام صادره وما عم نقدر ننفذ، نحلوا مشكله الاملاك البحريه
يعني بتطلع يعني بتطلع انه الدولة مصاري بتشوف انت ليش بتخلي دائما انه عم نحس انه وقت اللي عم نروح باي مناسبه او باي اجتماع او باي حتى بعزا بدنا نروح تنعزي بتعبوا فينا الناس ولو كيف هدي حقوق هيدي ليش بيعملوا معنا هيك وين كان انتم وين يعني بالاخر بس كمان في مسؤوليه على الناس، الناس عم بتبيع اراضيها يا استاذ بسام، الناس عم بتبيع اراضيها اليوم. اذا القانون بيقول انه اذا قتلت ما بتفوت على الحبس، ببلش الاله بتصير حلال قصه القتل، ما انا كنت مربطه بالقانون، بالقانون فلت له فتح له القصه. طيب خلينا ناخذ اول بريك علينا ومنتابع النقاش بموضوع الاراضي. ونعود لمتابعة نهاركم سعيد من الـ LBCI مع رئيس حركة الأرض الأستاذ طلال الدواهي. طيب كنت عم تحكي لي عن الموضوع اللي له علاقة بمسألة القانون. أي القانون. القانون. المذكرة بالآخر اللي طلعت. المذكرة هلأ المذكرة صار في شيء إيجابي طرأ مبارح أنه عقد اجتماع بلدية العقورة. حضروا المسيحيين أعضاء البلدية ورئيس البلدية اللي بوجه له تحية. والمسيحيين وخطير واتفقوا ببدء عملية المسح ب 16/9/2016 في عملية مسح باسم عموم أبناء العقورة. يا بس شو بدها تصير عملية المسح؟ نعم لشو بدها تصير عملية المسح؟ لأنه بدهم ينعمل تحديد وتحرير وال يعني تجديد المسح للموضوع بثبت تجديد الملكية بس تبقى هذه المعشاعات باسم أهالي العقورة. إيه. بس هلأ يعني عن طريق المسيحيين بدك تشوف القصة لأنه المساحة بتفرق بس تمسح بتغير يا بتزيد يا بتنقص. يعني هون أنا بدي أقول لك شغلي العقورة مثال جيد نقدر نعتمده مثل بمحل كنا نعتمد مثال جيد بموضوع التصدي لعملية بيع الأراضي للقبيات. في كمان مثال جيد بعمل استعادة أراضي صارت بالحدث. يعني في نماذج عم تحصل بمبادرة شخصية فردية من المواطنين. أنا كنت سألتك أنه بس المواطنين بتحملوا مسؤولية هن عم بيبيعوا، قلت لي أنه القانون ما بيمنعهم يبيعوا 100%. أول شيء القانون ما وماني ما أتكل كتير على ضميرهم. يعني في عندك محل أنت اليوم نحن وقت اللي أنشأنا حركة الأرض وبلشنا نصرخ شو عملنا؟ عملنا حالي من الوعي تنقدر نحول النزيف نوقفه، ما قدرنا وقفناه بالمطلق بس حولناه إلى جرح. يعني بمحل نجحنا بس ما نجحنا للآخر، بس وجودنا كان أكثر من ضروري مشان تنوعي الناس على العملية، لأنه أساسا يعني مش قصة عملية البيع اللي عم بتصير بالمباشر، عملية بيع الأجانب اللي هي خطرة. لأنه اليوم بالقانون اليوم أنت عندك 1.5 مليون سوري بالبلد. نعم. الأجنبي بحق له يشتري تحت 3000 متر ما بده مرسوم مجلس وزراء. طيب أنت في عندك 1.5 مليون، خليني أفترض أنا 10% أو دعم تسمح أن يشتروا بيوت أو يشتروا أراضي ويستثمروا، يعني عم تحكي على 150,000 قطعة أرض بتروح أو 150,000 شقة بتروح أو 150,000 بيت بتروح. يعني عمليا وين هون الحكومة بهذا الموضوع؟ يعني اليوم ما أنا ناظرة الحكومة أنه في عندها 1.5 مليون نازح. هول نازحين في سوريين ما بينطبق عليهم النزوح، جايين بسياراتهم وأوضاعهم المادية جيدة وعم بيشتروا شقة وعم بيشتروا مكاتب وعم بيعملوا شغل، او اللي هني نقلوا حرفيتهم من سوريا على لبنان. طب بده يقعد شو بيعمل؟ ما بيشتغل. اوكي بس ايه بس انت بدك هربان من حرب طويله عريضه. انه ماشي بس انت اليوم اذا كان انت جارك صار عليه كرسي بتعطي بيتك بتساعده بس ما بتعطي بيتك. انه انا اليوم اللي عم طالب فيه انه خي اول شيء نزلوا لي مبدا 3000 خلي ينزل ل 300 مثلا. 300 بصير بده مجلس وزراء؟ لا فوق 3000 بده. هلا هني فلتينا تحت 3000 تحت 3000 ما في عندك ما بيخترعوا شغلات نحن عنا بلبنان منها موجوده بكل انحاء العالم. هيدي شركات المغفله الاسهم اللي حاملها الايكوريا. هلا بنروح على هيدي بس قبل اليوم عندكم احصاءات انتم كم يعني قديش صاروا مشترين السوريين عقارات في لبنان؟ عندي لك بدي اقول لك شغله في شغله كمان في بالقانون ما بتقدر تحدد لك تطلع احصائك 100% مزبوط. انا عمل عده احصاءات بس دائما بقول باخر الاحصاء انه هيدي مش رقم نهائي. ليه؟ لانه انا اذا واحد راح اشترى عقار بموجب وكاله مش مسجله ما بيلحظ عندي ما بيبين.
بين عندي بمحل اذا جاي حدا من الضيعه او من المنطقه جاي خبرني او جاب لي وثيقه بستند عليه، بس فعليا اذا فت على الدوائر الاوريه ما بتشوفها هيدي. او اذا بيع اسهم بكون شركه اوريه ببيع اسهمها ما بتقدر تلحظها. ما بقدر بلحظ انا بس اللي يعني خلال من خلال مخاطير ومن خلال ناشطين بمنطقه البقاع، انه بمنطقه البقاع السوريين النازحين او من النازحين يتعدوا 8.5% بهالفتره. اشتروا 8.5% شو اشتروا؟ اشتروا. هلا هي 8.5% بتصير 18% اذا تعمقت اكثر بالتحقيق. ليه؟ لانه في ناس اخذين حصص او اخذين بالبقاع في السيستم اللي بيشتروا ايراد بعد اسها، انه اذا اخذ هو ايراد وعملوا روق بينه وبين اللي اشترى منه عند كاتب العدل وحطتهم بجيبته، وقت اللي عم بيجوا الدرك يسالوه ليش انت قاعد هون، عم بيقول لهم انا شاري هيدا ايراد، بس هيدا ايراد من 24 ايراد، هيدا ايراد من 200 ايراد، يعني هي بس تثبيت ملكيه ان وين هو قاعد. يعني هذا الشيء عم نحسه نحن وين اكثر شيء بالقاع وموضوع المشاريع اللي ما يسمى مشاريع القاع، اللي الواقع انه هي كلية تراكمات بكره بتوصل لمحل انه اليوم مشاريع القاع في ضيعه، صار في ضيعه اللي حتصير اكبر من القاع، وفي والدوله شقت لها الطريق وزفتت لها وسحبت لها كهرباء وضقوا بيورد مي وصار في عمرت المدارس. يعني مش انه الواقع انه بعدين هالتراكمات هذه اللي عم بتصير، انه هذا شاري ايراد وهذا شاري نص ايراد وهذا شاري حصه بعقار وهذا شيء، على فكره كيف بدك جيت وقت بصير في تراكمات كبيره وحجم كبير كيف بدك تخلص منهم هول؟ هي بدنا مشروع قانون صار، بدك تعمل لهم قانون خاص. نحن اليوم نجي نقول هالدوله اللبنانيه اليوم لا ما بتلتفت لهذا الواقع وبتتعاطى معه. الفلسطينيين اليوم بيجي انا بجيب لك وكالات مكتوب بالوكالة حضر أمامي فلان الفلاني وأبرز بطاقته كلاجئ فلسطيني في لبنان وعم بيبيعوا شقة وعم بيعملوا إقرار بيع، خير ما هم خلف القانون، كتاب العدل عم بيخلفوا القانون، عم بيعملوا هالإقرارات البيع لمواطنين فلسطينيين لاجئين بلبنان، عم بتملكوا أنت. هذا مشروع توطين، بتصرخ بتعيط، ما في حدا مسؤول سياسي بالدولة اللبنانية لا نائب ولا وزير بيجاوب معك بأي موضوع. يا خي ما بدي انا فوت اطلع من هون من عندك مزعل انا وكل الناس، بس بالواقع لا بتزعل بترجع بتتراضى، لا بالواقع القصه بتاخذك لهذا الموضوع. في امور عم بتغاضى عنها القانون واللي هن السلطه بالقانون وسلطه القانون عم تتغاضى عنها. انه اليوم انا كتاب عدل هن بيجوا بيقولوا لي يا خيي في مخالفات عم بتصير هيك وهيك وهيك، في وانا جابوا لي صور لا 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 وكالات لا اقرار بيع عملوا عاملينه كتاب عدل مش واحد اكثر من واحد لمواطنين فلسطين بارزين بطاقتهم كلاجئ فلسطيني. هذا انت عندك 500,000، يعني انت هذه لعبه خطره على واقع لبنان بمساحه 10,452. يعني انت اليوم المواطن عم بحس، القياده السياسيه ما عم بتحس معي، انا شخصيا ما عم بتفاعل معها، ما بتتفاعل معي، بس انا مواطنين على الارض. هيدي يعني النهار بنحكي عن حقوق المسيحيه وعن وجود المسيحيين في لبنان وعن رفض اقتلاع المسيحيين من ارضهم، طب ما هيدي لازم يعني لازم ينتبهوا لها السياسيين، لازم ينتبهوا له هذا الموضوع. في شيء السياسيين المسيحيين، بس قبل ما اكمل انا وياك في معنى الاستاذ جابي جرمانوس يلي هو من العقوره وعم بيتابع يعني مساله اراضي العقوره، نهارك سعيد. صباح الخير لضيفك الكريم ولكل مشاهديك. استاذ جابي، هل صحيح صار في اتفاق انه ب 16 ايلول تم عمليه المسح باراضي العقوره وصار اجتماع وشاركت فيه البلديه والمساحين والمخاتير؟ استاذنا الكريم، لغايه تاريخه ما زالت المذكره يلي صادره عن معالي الوزير قائمه بكافه مفاعيلها. نعم. وبالتالي بالرغم من المؤتمر الصحفي يلي عقده معالي الوزير لم يتم التراجع او على الاقل تفسير المذكره او اخراج انشاء العقورة بطريقة خطية. وبالتالي هالمذكرة يلي صدرت عن معالي الوزير ما زالت لغاية تاريخه قائمة ومنتجة لكافة مفاعيلها. والموضوع صار في اجتماع، ولمت انه صار في اجتماع مع القاضي العقاري، مع العلم انه القاضي العقاري كان عمل مطالعة قانونية ادلى بموجبها انه انشاء بلدة العقورة لا يمكن ان يمسح باسم الدولة اللبنانية. وبالتالي ان المطالعه اللي عملها القاضي العقاري هي جواب على مطلب من معالي الوزير بمسح انشاء العقوره على اسم الجمهوريه اللبنانيه. يعني انتم اليوم ترفضوا اجراء اي عمليه مسح بوجود هذه المذكره؟
بدنا أو بوجود مشاعات العقورة ضمن هذه المذكرة. استاذ بسنت نكون واضحين، أنا تقدمت باعتراض سجل أمام الوزارة وأخذ طريق القانونية، من بعد مؤتمر معالي الوزير عملت مذكرة تأكيدية قلت له عملا بقاعدة الباراليسم دي فورم مفروض أي مستند خطي يتم الرجوع عنه بمستند خطي، نعم، أو تفسيره أو شرحه لغاية أنه لناحية أنه أرض العقورة هي غير مشمولة بهالمذكرة، ولغاية تاريخه هالمراجعتين هن مسجلين بالوزارة وناطرين ناطرين جواب من معالي الوزير، يعني من معالي الوزير صح، وجوابه بيكون خطي. طيب بانتظار انه معالي الوزير يوافيكم باي جواب، شو رح تعملوا؟ رح تضلوا معارضين لعمليات المسح 100%؟ ما رح يتم اي اجراء مسح لحين ما يصدر شيء خطي يعدل او يفسر او يلغي هالمذكره من ناحيه جهه العقوره. شكرا للاستاذ جابي جرمانوس على هذه المداخله، يعطيك الف عافيه. ميرسي لك. الأستاذ جابي عم بيقول أنه بدهم مذكرة خطية بتشيل مشاعات العقورة من ضمن هلا هو المكرر اللي بيقرر بالموضوع القاضي العياري والمسيحي. الوزير المذكرة صادرة من 31/12/2015 مبهمة؟ إيه مبهمة، على كل الضيعة والبلدات والمدن اللي هي داخل محافظة جبل لبنان القديم واللي هي بتستفيد من قرار من القانون 3339 اللي صدر سنة 1930 اللي عليها توصي مثل ما وصقت البلدية العقورة المعطيات اللي عندها والمعلومات والوثائق اللي بين إيديها واللي أثبتت كلام الأستاذ وكلام رئيس البلدية وكلام أبناء العقورة. يعني ما في حدا لا قاضي ولا وزير ولا حدا زوني حسني إلا بده يثبت هذا الموضوع لعموم أبناء العقورة. هاي واحدة. اثنين، على كل هذا الممتد من القبيات إلى عليهم إبراز الوثائق اللي بتثبت لهم أنه هذه لأبناء عموم كذا وعندهم وثائق فيها من ضمن القانون كذا. لأنه وقت طلع الوزير هاي المذكرة طلعها شاملة وعلى همة المسيحيين والقضاة العقاريين وإدارة مصلحة أملاك الدولة، وبس هو طلب منهم أنه يسموا ما في شيء اسمه عموم لأن مذكرة واضحة يعني قريناها كنا قريناها 150 مرة مشان ما نغلط بحرف، تبقى أنه سجلوا باسم الجمهورية اللبنانية. اليوم معلش أنا بدي أقوله ومضطر أني أقوله أنه المسيحيين ما عادوا مؤمنين بشيء اسمه الجمهورية اللبنانية، عم بحكي أنا شعب مش عم بحكي قيادات ولا نواب ولا وزراء، خايفين. بتشوف أنت أنه القواعد الشعبية بكتير محل بتحكي معك غير ما بتسمع أنت قيادتها السياسية عم تحكي في حالي، لأنه هني عايشين المعاناة على الأرض، القيادات السياسية عايشة بالعائلة مش عارف. فالواقع أني أنا كرئيس حركة الأرض بنقل ما يعانيه الناس وشو ببلغوني إيه، لأنه أنا عندي 1150 ناشط بيشتغلوا على الأرض وبيجيبوا معطيات وبيحطونا فيها. العملية منا عمليا مثل ما عم تصورها بعض السياسيين أو عم بيهزلوها السياسيين، عم بيهمشوها هي قضية الأرض واللي هي قضية هي مخافة بقلب كل مسيحي اليوم بلبنان. خلينا نكون الخوف أمور هو التالي، انه اذا هيدي المشاعات صارت باسم الجمهوريه اللبنانيه تيجي فئه اخرى من المواطنين تحط ايد عليها وما عادش حدا يشيلها من هوني. اكيد هذا هو الخوف. لكن اكيد ما هي بالاساس هيدي في 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 بالاساس تاريخيا من وقت اللي بلشت هالقصص لتاريخ هلا في 50 شهيد رايحين من طرف من عده اطراف بهيدي على هالارض بالذات. انا رئيس البلديه قال لي انا هون عمي قتل، خي بيو هون قال لي هون قتل هون على العين، رئيس بلديه العقوره هيدي ما مش قصة. انا بستغرب من معالي انه يجي يفتح لنا ملف العقورة اللي هو ملف تاريخيا تعقيداته وسلبياته اكثر من ايجابياته بهذا الموضوع. يعني انت بتعبي بمجرد حصل تدخل للجيش لانه ما تيمنعوا عملية الاحتكاك وتيمنعوا لانه كان حصل الاحتكاك وكانت القصة راحت الى انحل ليحمد عقبير. عظيم. يعني انت بتعبي بمجرد نقل هذه الملكية للجمهورية اللبنانية سيتم الاستيلاء عليها. انا هذا رأيي انا كمان ورأي كتير من الناس. لانه اليوم بس تقول هيدي املاك اميرية او املاك عامة في بالتاريخ اذا بدك بعدلك وهيدي القاع حواره
عندي امثال بضل اعد لك. هي اساسا املاك ناس بتملكها اشخاص عم بيعتدوا عليها وعم بيقضوا فيها. ايش املاك بيت الزغبي حبيب الزغبي بجنوب، شو ضياع بأمه وابوها ما هو قادر يفوت عليها لقالوا ملكه. مش القصة قصة، لانه عم بيلعب الوتر الطائفي على هذا الموضوع. انه بيجي شيخ معمم وبيجي مع مجموعة ناس بيضعوا ايدن هون بتصفي، اذا تعرضت له انت عم تتعرض للدين، بتصير انت امام، بيجي القاضي بيصير حذر وقوى الامن بتصير حذرة، وهيك بتصير القصة استفلت شوي شوي. وبعدين تيطلع شي واحد شارب حليب امه مزبوط ويقوم يرد بكرامته ويقع الحادث اللي نحن ما منريده. يعني عمليا في نماذج موجودة امامنا على الارض ما بقى تقبل بقى اي تأويل، ما بقى فيك تجي تبرر لها شيء. انا ما فيني بقى اجي اقول لحدا يا اخي انه نحن عم نعمل لازم مشان ليس، لا مش عم نعمل شيء، عم نحكي وعم نصرخ بس ما عملنا شيء. اذا بدنا نعمل شيء بده يصير في دم صريح العبارة. يعني مش ما بدنا نتخبى وراء اصبعنا ونضحك على الناس، لانه الدولة ما عم تتدخل، لانه الدولة مش عم تتدخل فعليا وبجدية، وعم تكمع اللي هو ما يخالف، عم تتركنا تمشي نحن نطلع نكمع على الموضوع. اكيد بصير كلفتها فيها دم، والدم بجر الدم والقصة بتخرب. يعني هي اليوم بقى سياسيين انا بدي احكي على سياسيين اللي هن اليوم بيحملوا صفة رجل دولة رئيس مجلس النواب اللي نحن بنحترمه ومن جله من موقعه ومن طائفته ومن كل شيء، كرئيس حركة أمل وكرئيس مجلس النواب. أخي معلش، يا دولة الرئيس موضوع ليس بده هالقد، ما معينين 1701 مع إسرائيل. دخل ونحل ووقف يا أستاذ بسام. بيتدخل مثله بحجمه للرئيس بري، بيتدخل وبيحل، ما بيتدخل وبتضل القصة منهده. تهدي على قائد السرية، تهدي على رئيس المخفر، تهدي على ضابط المخابرات، هول بيروحوا بيشتغلوا أمنيا يهدوا الجو مشان ما يقع المشكل. بس اليوم وقت القصة عم بتروح بين بترك الموارنة ورئيس مجلس الإسلامي الشيعي الأعلى والرئيس بري من هون، رئيس تمام إسلام من هون، خي ما ولو شو بدها هي يعني؟ ما أنت وإسرائيل في اتفاق عمل اسمه رقمه 1701، كل واحد قاعد بمحله وما حدا عم بيقرر يعطيه. بدها مجلس الأمن. لا إنه هيدي إيش بدها يعني؟ ولو بدها هيدي اليوم وينه؟ ليش أنا ما سمعت صوته لمعالي الوزير المال اللي هو أقرب المقربين للرئيس بري إنه يتدخل بموضوع ليس؟ طب خي بشو هاد تنفيذ حكم قضائي؟ ما قاضي عياري يعني قصة. قال له كيف أولادك؟ قال له قبالك، عشان عم تفلسف علي. ما هو بيني قصة ليس كيف، ومبيني قصة العقورة كيف، ومبين المذكرة تبع الوزير وين بدها تاخذنا تنسمي مشاعات الضياع. طب بس ما الوزير عم بتقول ما كان منتبه، يمكن مش هو أعد المذكرة شخصيا، يمكن من أعد له هذه المذكرة يعني نحن ما انتبه للشيء اللي قالوا عليها بجبل لبنان الأزيز. ليش بدنا نحمله لمعالي الوزير وزر كل هذه؟ أنا مش عم حمله، أنا عم حمل المذكرة. أنا بالمستوى الشخصي بتذكر ايش من الوزارة مش من اجت عندي. هلا هو طلع على التلفزيون فسر، لا صحيح فسر، ولو انه بالتفسير تبعه هدد شوي معلش يعني النتعة انه املاك مين ما يمد ايده على املاك معلش املاك دولة مين حط ايده عليها؟ يسمي لي مواطن لبناني حط ايده على املاك الدولة، يحط لي يقول لي قول مثلا يا اخي طلال الدوي بهدين بحرج اهدين حط ايده على 5000 متر. طيب تحط له تشوفيه انا انه مين عم بحط ايده على املاك الدولة؟ وليش انا ما عندي ثقة بانه جمهورية لبنانية؟ ايا جمهورية لبنانية؟ جمهورية سكلين؟ ايا جمهورية لبنانية؟ جمهورية مين؟ بدي افهم بس، يدلني وين الجمهورية اللي ما في ليها رئيس وما معروف الله وين حطتنا فيها؟ وين حقوق الناس؟ وين شو فراغ رئاسي؟ كيف يصير فراغ رئاسي؟ بيقبلوا فراغ رئاسة مجلس النواب؟ بيقبلوا فراغ رئاسة الحكومة؟ ليش تكله بيتركب وبيتركلج وبيزبطوا رئيس الجمهورية قاعدي خالي باري ما معروف الله وين بده يحطنا فيها؟ وبدنا نلتجئ للإيران وبدنا نلتجئ للسعودية وبدنا نلتجئ لقطر وبدنا نلتجئ ما بعرف وين تنقدر نركب رئيس جمهورية؟ ما طيب انه هذا الشعب المسيحي اللي ليه بيقدر يسحب أسطر مي بجوله؟ هو اللي بيدفع ضريبه والضريبه عم تروح للدوله والدوله عم تعمل مشاريع بغير محل. يذكروا لي مشروع انعمل بالمناطق المسيحيه، هول ما يتفلسوا زعماء المسيحيه كمان. يعني منين بقى ابرياء بهذا الموضوع؟ التجاهل اللي عم بيتجاهلوه لحقوق المسيحيين بس عم بيطلعوا على مصلحتهم انه هو موجود.
وين المشاريع اللي 70 مليار علينا دين؟ وين راحت مصرياتها هذه كلها؟ والمواطن المسيحي هو اللي بيدفع الضريبه باكثريه 80%. بس المواطن اللبناني كله عم بيعاني، مش بس المسيحي. لك خي منيح، بس انا اليوم، ماني جاي نصب حيلي اني احكي عن اخواننا المسلمين، مع العلم اني عندي اصدقاء فين اكثر ما عندي عند المسيحيين، بس انا ما احكي، ما اوصف واقع. ما اوصف واقع يا اخي، ما في يصير هذا. يعني موضوع الارض مفترض يكون على لكن طريق بحورة الستة على جدول مجلس الوزراء، وقضية الأرض ككل وشايلين بنود أساسية باللعبة وفيلتي القصة، و1300 مرسوم تملك أجانب، و1132 32 عفوا شركة مغفلة عقارية. شو قصة يعني الأرض الشركات، الشركات المغفلة العقارية كله هذا؟ كيف يعني أسهمهم مجهول مجهولة؟ هيدي في في فيها تنصيبتين. أول تنصيبي فيها أنه ما بتعرف أنه الملك وبيتغير ما بتعرفه، بس تنشي. اليوم بعد فيهم يعملوها هيدي، لانه في قوانين مجلس النواب يلي اقرت اخيرا. بس في قوانين اللي اقرت اخيرا بقصه مكافحه تمويل الارهاب وتبييض الاموال، في باحد القوانين انه ما بقى فيك بقى تحط اسهم غير اسميه، بدك تكون كل الاسهم اسميه. بدها تكون، معلش توضح لك. مره انا طلعت من عندك من ال بي سي ومع حضرتك وحكيت فيها هذا الموضوع، وبعد يوم بالتحديد أصدر حاكم مصرف لبنان مذكرة موجهة للمصارف أنه ما بتفتحوا لنا حسابات للشركات المغفلة، لأنه في قوانين بمجلس النواب، لا قوانين قانون النقد والتسليف رقم 44، مش بس في قوانين جديدة أقرت آخر مرة أقرها مجلس النواب. مجلس النواب اللي له علاقة بمكافحة الإرهاب ما صنف هذه الشركات، ما منعها وزارة المالية، ما منعتها. على كل بعدها عم تتأسس هذه الشركات، عم تتأسس على عقار، هي ما بتنعمل شركة بيشتروا قطعة أرض بيروت، ما هي تحت 3000 اذا 2800 حق 22 مليون دولار يعني تبي، وعم تنعمل. وبعدين تشوف وين سرقه الدوله عم بتصير، بيع العقار، عم بيبيعوا شركه العقاريه. يعني هالوراء شريف صاروا لك انت اللي حاملي، ما في داعي، ما بتدفع رسم انطيار، علما انه هون انت عم تسرق الدوله، يعني ما عم تدفع رسم للدوله رسم انطيار، والدوله ما بيبوط على هذا الموضوع. اليوم حكم مصرف لبنان تبع على الموضوع، طلع مذكره للمصارف، المصارف ما بقى تفتح لك حساب، بس ديجا مفتوح 1132 حساب، يعني ديجا مرقت القصة، والقصة مارقة من زمان وعم بتمر وما حدا حاسس على هذا الموضوع. يعني عمليا أنا اللي بدي أقول لك إياه وبدي وصله للمواطنين، ما في رعاية سياسية بالمطلق لموضوع ملف الأراضي بلبنان، تاركينه متكأنه موضوع هامشي حطينه على جنب، أنه خلي طلال دوي يخب كسر راسه فيه، مش كتير ما يلو. بعض النواب بيتحمسوا معنا شوي بالحكي، بس ما عم شوف انا حدا طلع بقلب مجلس النواب عمل مؤتمر صحافي وبنى سياسته على هذا المنطق. الشيخ بطرس حرب طلع بالزمان قانون قامت الله الدنيا، اتهموه بالعنصريه والطائفيه والمذهبيه، اتهموه بالعنصريه، وهلا اليوم ما يشككوا بتمثيله. يعني ماشي الحال، يعني لا طلع من هون ولا طلع من هون المسلم. طيب اذا كل المسيحيه الباقيين مش وزراء بشكله 6%، النائب بطرس حرب قديش بشكل وزير بطرس حرب؟ من ال 6% ده بيطلع له. لا بينه وبين النائب سليمان فرنجيه بيقسمون 3-3 ولا كمان؟ لا هلا انا صغرتاوي وبعرف انه الوزير فرنجيه تمثيله شرعي بصغرته، ما فيني انا انكر انه الوزير فرنجيه زلمي ممثل شرعيا الموقعيه تبعه، والشيخ بطرس كمان بالمنطقه اللي هو فيها كذلك. هلا عمليه الطرح السياسي هيدي وجهه نظر بنحترمها بمحل، وبمحل ما بنمشي فيه. الوزير بسيل انا بعتبره من انشط الوزراء المسيحيين، واكثر واحد فيك تتكل عليه بقلب مجلس الوزراء، يعني بدي اعترف له فيها للرجال. انا بودي له اس ام اس بقول له عندنا موضوع كذا وكذا، اللحظه دغري بيجاوبني وبيتبنى وبيمشي معي وبينص معي. لا الوزير جبران باسيل وزير مسيحي بامتياز، خليني انا اكون منصب بهذا الموضوع. هلا عمليا بمحل في شغلات ما بدي اقتنع هو شخصيا فيها، يعني لا لانه مثلا بدي الهمي غير رايه لانه جيت لعنده البلديه كليتها، كل البلدية من الرئيس لآخر عضو بلدية الدبية، بلدية الدبية، وقالوا له انه نحن ما له شيء انه هون اذا بيرفعوا لنا عامة الصين، بس يرفعوا لنا لنا نحن كمان هالجهة بده يستفيدوا. لانه هي
مثل في املاك قريبه لهالارض ايه؟ بده يستفيدوا منها، بدهم يرفعوها. انه ليش رفعوها للمسلم؟ رفعوها للمسيحي للمسيح. ايه؟ يعني رفعناها للمسيحي نحن، والاوس انت قرات بلش بلشوا بالبيع، فتحنا لهم باب البيع. يعني معناتها اليوم وقت انت بيجي انه اليوم انا عندي مشكله مع بعض البلديات، انه بنصحهم وبحكي معهم اخي ما ترفع عامل الاستثمار عندك، اخي بدي احسن المنطقه، اخي بدك تحسن المنطقه، لانه الاعضاء فاتوا يعملوا اعضاء بالمجلس البلدي، هن بيمثلوا شباب تبعهم او بيمثلوا تيارات وكذا، كل واحد عنده ارض بده يحولها من ارض زراعيه لارض سكنيه، تيرفع لعامل الاستثمار تبيعها، تتحسن سعرها تبيعها. نائب محمد دباني بيقول انه مساله عامل الاستثمار يعني وراها شغلتين، يا اما اسراء غير مشروع، صحيح، يا اما انكيت كيت، هذا واحد اثنين. وبيقول انه في اقتراح قانون بمجلس النواب انه خي هذا قصه عامل الاستثمار ما فيك تشتغل فيها هيك بهذه الطريقه، بس هذا بعده ما اقر، انه اليوم اذا انت بدك تدفع بدك ترفع عامل الاستثمار بدك تدفع مصاري، ما فيك ترفع عامل الاستثمار مثل اللي انا بحبك بس لسه ما اظهرت لك، يعني هيك بيحطوا لي قوانين وبيشتغلوا عليها. سمعته انا النائب واحترمه كثير هالانسان. شو خصه هو؟ ما بعرف، هو تركه مجلس نواب لا لا، عم بحكي انه على الفكره اللي طرحها هو انه يا اسراء غير مشروع يا انتقام غير مشروع. ايه مزبوط، هي مزبوطه. انت اليوم وقت عم ترفع بالدلهميه من 2% ل 40%، ايش عم تزيد له 40% سعرته؟ هذا العيار شاريه هو بسعر، هلا انت وقت ترفع له 40% زدت له سعرته 40%. يفترض يدفع، يفترض يدفع ال 40% لاهل المنطقه. اوكي، اول شيء يرفع، ثاني شيء مش هيك بهالسهوله بتوصل لمجلس وزراء ومجلس وزراء بيقررها او بيشغل عليها وبيرجع بيوديها للبلديه. طب البلديه قبلانه بس شرط ترفع لها كمان لاراضي إيه؟ لا، البلديه قبلانه بالظاهر بس بالباطن اسا ما عطيت شيء خطي قابله، لانه بلكي بترفع لها الجبهه ليوافقوا لها، ليوافقوا لها ليوافقوا لها لها، لانه الشباب بينسحوا اصبعهم، عارف؟ وهذا شيء انا شخصيا ضده او ما بريده، وكثير انا زعلت وقت اللي بلغني الوزير جبران باسيل بحضور النائب جورج عدوان انه البلديه موافقه على هذا الموضوع. فعلا شيء اصبت بخيبه امل من هيك بلديه ومن هيك مجلس بلدي ومن هيك نوعيه ناس. اذا كل مجالس البلديه عندنا بدها تكون بهالطريقه تتلسح اصبعها وتستفيدوا ويعبوا جيبهم ويجوا كل اللي يقعدوا بالمنطقه الشرقيه هون، العود بسلامتك يعني من وجود المسيح على الارض اللبنانيه، لانه هذا المخطط الممنهج المبرمج هن ما يساهموا فيه البلديات، بعض البلديات. ومع الاسف انه يعني اتملنا بهالبلديه الجديده طلع يا محلى جورج البستاني قبل الله يرحمه. ما بيصير هيك، ها ما بتصير هيدي هيك، ها امور في دائما الواحد بيحس في عمل تعمله لحالك، بتعمله لاولادك، بتعمله لله كمان، ما في كله لجابتك. كل البلديات مشكلتي معا انا انه بدهم يرفعوا عمل الاستثمار، كخي ما فيك، ها ضايعه ما فيك تجي تحولها. مثلا عندي بمجلية انا واحد اسمه رجل اعمال او بيبني اسمه حبيب الجوخدار بيطرق بني 70 طابق 70 شقه، خي كيف تعمل انت 70 شقه بضايعه؟ عم بتجي تعيط للناس تقعدوا هون بدي بيع انا، عم بتبيع حضورك وما تبيع وجودك وما تبيع للغرباء عن ضيعتك. كيف البلديه بترخص له؟ كيف كلها القصه بتركب بهالشكل؟ كيف ما بيقوموا الناس وبيعترضوا على هيك قصص؟ يعني وقت بيطلع كل اذا بمجلية ضيعه لبنانيه مسيحيه صغيره بيجي واحد لانه بده يعبي جيبته بيعمل بنايه 70 شقه، شو 70 شقه؟ انت شو بالعاصمه؟ انت ببيروت بطرابلس؟ وين انت؟ كيف بتركب هيك قصص؟ كيف بيسمحوا للسلطة السياسية عنا كيف سامحت تمر هيك قصص؟ هنخسر مجلية، هنخسر الوجود تبعنا، وحيتشنطلوا ناسنا مشان انت يا حبيب الجغدار يعبي جيبته؟ لا ما بيصير هيك. شو وحده يعني هذا الشخص عم يشتغل؟ هذا عم بيعطيه مثل لانه هذا مثل نافر بضيعة معروفة، وهذا شخص عم بيعمل عم بيقوم بشيء غير قانوني وعم بيقوم بعملية قانونية. اخي ما طيب يعني انا وقت انت بعطيك يعني رخصة يعني هل هو عم بيعمر مخالف؟ هل هو عم يستولي على الارض؟ لا. بدنا ننتقل على بكركي في فخامة الرئيس امين جميل عنده تصريح بعد لقاء البطريرك الراعي. بس كنت تاتي هالفكرة بظروف صعبة اللي عم بنمر فيها، من الطبيعي انه نتشاور مع غبطة بطريرك الراعي اللي عم يكون هو الراعي لكل هالمسيرة وقلبه على البلد، وكان لقاء كتير مفيد للبحث بالوضع الراهن بهالظرف اللي عم نمر فيه، هالظرف الصعب. ومثل ما ذكرنا جو الانتحار اللي عايشينه بسبب من جهة التعطيل في الداخل
وظروف رغم الظروف اللي محيطة فينا بالمنطقة، وما عم نستوعب نحن كقيادات لبنانية بما فيه الكفاية خطورة الوضع وضرورة بذل كل الجهود اللي من أجل إنقاذ الوطن. اللي عم نشعر فيه بالوقت الحاضر هو خلل كبير بالميزان. نتذكر انه بمرحلة من المراحل كان في نوع من تجمع بيمثل طيار كبير، شريحة كبيرة من اللبنانيين من كل الفئات ومن كل المكونات، وهالتجمع هيدا كان بدءا الشهوان او البريستول او 14 اذار اللي عم بيطالب بالسيادة والاستقلال، هو اللي حقق المعجزات في ذاك الوقت. وكان في توازن في البلد اللي من خلاله قدرنا نحقق كل ما حققناه بهالمرحلة بالذات. أما اليوم هالتوازن مفقود، وكأنه في فاجر من ميل، بالمقلب الآخر ما حدا عم بيجاوب، صفوف مشرزمة مفككة. بداية الخلاص هو إعادة تجميع هذا الفريق السيادي، هذا الفريق اللي ضحى كتير، أعطى شهداء، أعطى حقق إنجازات على صعيد الوطني، على صعيد السيادي، على صعيد إعادة تكوين الدولي، تعزيز مسيرة الوطن. هالفريق هذا مشرزم، وهذا سبب الخلل الموجود وسبب عدم إمكان لبنان من أنه ينتشل من هالمستنقع اللي عم يتخبط فيه. فعم نتساءل هل ربما ما آن الأوان يرجع يتجمع هالفريق، سميه البتكونية، أكان قرد شهوان، فريق قرد شهوان أو فريق البريستول أو 14 أدار، تحت أي تسمية، إنما الفريق اللي ضحى في سبيل سيادة الوطن، هل يا ترى ما اجى الوقت اللي لازم نرجع نجمع هالفريق حتى يشكل يعيد التوازن بوجه الفريق اللي يتناقض تماما مع مفهومنا للسيادة ولمصلحة البلد؟ فنحن الآن بأمس الحاجة إلى تجميع كل تلك القوى وتنظيمها وتتضامن مع بعضها البعض حول ورقة واضحة، حول أهداف واضحة وخطة عمل، كذلك أمر ممكن تؤدي إلى النتيجة المطلوبة. هذا هو بداية مسيرة طويلة، مسيرة 1000 ميل، هذه هي بدايتها، خطوة أولى وضرورية، وإلا رايح البلد للخراب. وهالانتحار اللي عم نعيشه اليوم ولا حدا يستوعب خطورة نتيجة هذا الأمر، ما في يتعالج إلا ما نرجع يكون في وقف الضمير، وقف وجدانية من قبل كل الفريق اللي ضحى وحقق وأنجز، واليوم هالإنجازات هذه هي بمهب الريح، وهالإنجازات هي بخطر. من هون السعي لحكينا مع مجموعة من القيادات، وبعتقد أنه آن الأوان ترجع تتجمع هالقوى السيادية، هالقوى الحريصة على مصلحة البلد واللي شعراني بالوضع المأساوي اللي عم مر فيه. وبالتالي من هون إذا رجعنا التقينا يرجع بيكون في توازن بالسياسة الوطنية، بيرجع الساحة أو اللعبة السياسية تستقر أكثر، لأنه بيكون في ردة فعل لكل هالضغوطات اللي عم تتمارس على حساب لبنان، واللي إذا ما استوعبناها ممكن تقضي على قضيتنا وعلى المصلحة الوطنية العليا. الرئيس
الكورية، لماذا دائما تدع الطابة في ملعب الموارنة بأنهم هم الذين يعرضون انتخاب الرئيس؟ نعرف تماما أنه يا ريت اللعبة كلها بإيد الموارني، وبنعرف تماما أنه لولا تقاطع المصلحة الاستراتيجية عند البعض اللي هي تتجاوز حدود لبنان وتتجاوز المصلحة اللبنانية والمعطيات اللبنانية، لولا تقاطع هالبعد الأجنبي البعد الخارجي ما كنا وصلنا لما وصلنا إليه. المؤسف أنه هناك تقاطع ما بين يمكن بعض المصالح أو الطموحات الشخصية تقاطعها مع مصالح استراتيجية كبيرة تتجاوز المصلحة اللبنانية وتتجاوز الحدود اللبنانية. فبالتالي يمكن ما في شك أنه في مسؤولية على بعض القيادات المارونية، إنما المسؤولية الكبرى والمسؤولية اللي هي عم بتعطل هلأ بشكل كامل استقرار الأوضاع في لبنان والحفاظ على المؤسسات هو هالضغط الكبير على لبنان ودفع لبنان أو إقحام لبنان بمعارك أكبر منه وبمصالح أبعد منه من تورط البعض اللبنانيين بالحرب في سوريا أو في غير سوريا واللي عم ندفع ثمنه نحن على الساحة اللبنانية. ما نفكر أبدا أنه ترشيح أي مرشح لرئيس الجمهورية هو اللي عم بيعيق الانتخابات، بينما هناك ضغط كبير من جراء البعد استراتيجي وإقحام لبنان بمعارك أكبر منه وبقضايا ما لها علاقة لا بالمصلحة اللبنانية ولا بالسيادة اللبنانية. فنحن ما في شك أنه في ضرورة الجميع يوعى على مسؤوليته، إنما كذلك الأمر مفروض نفهم تماما أنه إقحام لبنان بالصراعات الخارجية والتدخل الخارج بشؤوننا الداخلية هو اللي عم بيعيق مسيرتنا ومصالحنا. يعني استمعنا على تصريح الرئيس أمين الجميل بعد لقائه والبطريرك الراعي، بس بدنا ناخذ بريك إعلاني ومنتابع الحلقة. ونتابع الجزء الأخير من نهاركم سعيد من الـ LBCI مع رئيس حركة الأرض الأستاذ طلال الدويهي. في أحد الأصدقاء من الدمور بعت لي بيقول لي أنه رفع حق بأنه رفع عامل الاستثمار هذا حق، وأنه ولا يجب أن يتم التلطي وراءه لمنع البيع، ونطلب رفع الاستثمار في الدمور ولا يجوز أن يبقى على الأوتوستراد 5%، من يريد البيع سيبيع لأي سبب اقتصادي واجتماعي، فلتتح الفرصة له بالبيع بسعر مرتفع أفضل من سعر متدنٍ، خصوصا أن العقار الوحيد أصبح يملكه الكثير من الورثة من الجيل الثاني، إخوة وأولاد وأصهرة وولاد عم. لماذا سعر المتر في أوتوستراد جل الديب أنت الياس بين 4-3000 دولار بينما في الدمور لا يزال 700-800؟ هذا ظلم وإفقار لأبناء المنطقة ليبيعوا أراضيهم بالرخص للإقطاع، ليعيد هو إعادة التصنيف والاستثمار بشكل يحقق أرباح طائلة لنفسه. هذا مواطن من الدمور. هذا بده الدمور تعرضت للتهجير العسكري، هلا بده يهجرها ماديا. ما بدي رد عليه، عرفت منو يعني. ليش بدك ترد؟ شو عم بيقول الزلمه؟ عم بيقول الزلمه انه انتم ما انا شغلتي انا سهل، وروح يشوف النواب والوزراء انا ما انا شغلتي هيدي يعني. ما انا شغلتي اني ارفع له عامل الاستثمار، وفي عنده بلديه وفي عنده مؤسسات سياسيه. البلديه ما بدها تزيد عامل الاستثمار. اوكي، مشكلته مع مش البلديه، مش مثل بلديه الدبيه. ايه مش مشكلته، لانه هو المهم نحن نعبي له جيبته تيجي هو يقعد بجل الديب ويقعد بانطلياس ويترك الديمور
لا اي اقطاع عم بيحكي هو عم بيتفلسف علينا باي اقطاع؟ برقي في اقطاع بالدمور او اقطاع بمنطقه الشوف، ما يسمي قصص وما يتخبى ورا خياله. هو صاحب مصلحه. ليش هو صاحب مصلحه؟ بده يبيع، بده يرفع العيار تيبيع. نحن ما عندنا مصلحه انه يرفع العيار تيبيع. اذا واحد محتاج مصاري شو بيعمل؟ لا يروح يشتغل. يروح يشتغل بيبيعه بالرخص؟ لا يروح يشتغل ما يبيعه، لانه اساسا هو هذا العيار اليوم حقه لنفترض مليون، بكره بعد خمس سنين بيشتري الوضع بيصير حقه 10 ملايين. العقار استثمار يربى بالاهمال. لوين معجل يعني؟ معجل بده يغير الرينج لمرته، ولا بده يسافر تيروح يقضي بنيس صيفيته؟ بده يبيع الاملاك تبعه ويعرض الواقع المسيحي بمنطقه الديمور مشان تعبي له جيبته؟ لا فشر بعينه. مين ما كان يكون، مين ما كان يكون، هيدي ناس انتهازيه وصولية، ما عاد عم بيخدوا عياره، عياره بيغلى بأرضه. يتركوا طول باله، شو إذا طول باله شو بيصير؟ يعني أهم شيء الحفاظ على العقارات. لكن بعدين ما عم بتزيد هذا من هذا العيار بالتحديد من زمان ما كان 700 كان 200. وقت اللي كان في تسجيل كان حقه 20 دولار. هلا اليوم صار بالألف 1200، وبكره بيصير ب 10000 دولار. يطول باله، وين معجلي هالناس؟ طيب هالوضع الاقتصادي الكل المحشورين المسيحيين بدهم يبيعوا، لانه وضع الاقتصادي، ليش ما منطبق هذا على اخواننا المسلمين؟ انه في اقتصاد خاص للمسلمين وفي اقتصاد خاص للمسيحيين، بس التفنيص والتفشيخ عند المسيحيين عم بيخربهم كشعب. بده يبيع، معجلين كلهم بدهم يبيعوا، ارفع لنا الاستثمار بدنا نبيع. منطق هذا انا بقدر امشي فيه؟ روح شوف البلديه عنده، شوف النواه تبعه. في واقع، في واقع، ايه في واقع عم بنحس فيه وين ما بنروح، وعم نحس بالنقد وعلى الفيسبوكيت وبالواحد وعم بيهاجمونا انه تركونا بدنا نفلفش حالنا. فلفش حالك حسب وجودك، ما انت عم تلعب بمصيرك. انت ايش عم تعمل انت يا افندي؟ مين ما كنت تكون روح اشتغل. ما بيكون حكيم، بيكون محامي، بيكون مهندس، ليش كلن شو بيعين كعك النهال بيملكوا هالعقارات؟ كلن جماعه مرتاحين، بس بدهم يخلصوا، لانه بده يروح يفنس ويفشخ على العالم. بده العيار يبيعوا، ما هذا العيار سروي، احسن ما يكون مصريات بالبنك سروي. وانت الدنيا عليك بال بخير، عرفن انا مني هالجماعه يعني. بعرف ان الديمور بيته وبيته، بعرف العالم كليته انا. ما قالوا حق يوجه هذا ويوجه لك هذا الطلب. لا هو حقه، حقه يسأل، حقه يسأل، حقه يعني حقه بالمبدأ الديمقراطي. انت كل واحد له حق يحكي. انت بتولي هذا الملف وعم تحكي عن زيادة الاستثمار، زيادة عمل الاستثمار. ما بيقدر، ما يضرنا نحن. عم بيغير، عم بيعمل تغير ديموغرافي الدبية. وكنت عم تحكي عن العمار بمجدلية 460 وحدة سكنية الدبية، 460 بيت الضيعة كلها سوا. ايه طيب جاي هلا اذا عمل 2 عامل 40% بيطلع في عنده مليون و200 مليون و200 الف متر بطون. يعني بحدود بين ال1800 بين ال6000 و6200 شقه سكنيه. هذا الليجلي القانوني. هلا بعدين بيزيد من تحت، بيزيد من فوق. اذا 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 زادوا كمان عند المسيحيه بيعمروا هونيك 6000. بتعم مين بده يعمر؟ اولاد الدبي بده يعمر. ليش بده يزيدوا عند المسيحيه؟ لا يبيعوا يعني بس. لكن بده يبيعوا الارض. بدهم يبيعوا الارض وتصير من التاريخ. الدبي يروح يزوروها بالعياد، وعيد السيده بيروحوا بيشقوا هوني وبياكلوا ما بعرف شو هذا هريسه، وبيرجعوا بيجوا على بيروت او على برا. 266 ملكيه صارت بقبرص، يشموا يستحيوا بقى. شو 266 ملكيه؟ الناس مشتريين بقبرص؟ ايه هلا معهم مصاري بيشتروا بقبرص. ايه ليه ما بيشتري بضيعته؟ ايه ليه ما بيشتري بضيعته؟ مش مثل قبرص يعني، في احلى من ضيعتك انت بتروح عليها بتشوف هالبيوت الحلوه بضيعتك. شو بها؟ بقبرص في بحر. ايه ما في ما في زباله. ما في زباله. ايه هذه ايه في سياحه يعني، سياحه على انواعها. انت بدك الحياه كلها كريمه، سياحه على انواعها بقبرص. هون ما في سياحه، الحياه كلها كريمه. فيك تروح تقعد جمعه بقبرص تصرف لك 1000 دولار وتضل جاي، ايش فيها يعني؟ او 1000 يورو، ايش بدها القصه يعني؟ لشو الملكيات ولشو؟ بيقول انه انا عندي بيت، بيقول عندي بيت بلبنان، عندي بيت. احنا عندنا مشروع هلا عم نحضره، بدنا نقدمه للاقتراب من خلال المؤسسه المارونيه للانتشار. اذا كل مغترب بس بيشتري عقار او بيشتري بيت ببدايته، الدنيا بألف خير عنا. مش عم نقول ان احنا طاعه، اعملوا لنا، ما بدنا حدا يعمل لنا شيء. بدنا كل واحد بس بالقليل يشم ويستحي وما يبيع عقاره ببدايته. شو هيك ديمور؟ ديمور داش مقدمي شهداء. كيف بتجي انت بتلغيها برفع عامل الاستثمار؟ عم بتقول لهم يعني وقت ترفع لنا عامل الاستثمار العوض بسلامتك، كلهم بيبيعوا. لانه في عين على الديمور انه يجوا يشتروا. هلا هذا اللي عم بيتفلسف بيقول انه يرفعوا. ايه يرفعوا، يمكن يجي وقت اللي بيرفعوا بده يبيعوا 3 4000 دولار. 3 4000 ورا 3 4000 جرت روحت القصه يعني. كيف بدك توقف بوجهك؟
بالقانون معن حق. كيف بدي انا اجي كل واحد بيقول لي بده بعين سعيد يرفع له عامل الاستثمار وبديمور يرفع عامل الاستثمار وشو بفضل طلال اذا هو مش معلق بارضه انت شو بدك تعمله؟ بتجبره على غصب عنه يتعلق بارضه؟ ما بده يا اخي. اكيد هو طالع على بيرو يجي يعيش بشقه هون ببيروت بسن الفيل ولا بانط الياس ولا بالزوق ولا بجوني وما بده يعيش بالضيعه يا اخي. لا انا بدي لا ما بينعيش بالضيعة. لا يا استاذ بسام، ليش عاملين دوله وليش عاملين قانون وليش بيعملوا كل هالقصص؟ لا هذه اساسا لو التنظيم المدني شايف انه بدك تجيبه من الضيعه على هون على بيروت ليجي يسهر، بيجي بيقعد ببيروت بروح بيسهر. لا يروح اذا كان بمنطقه يسهر بالديمور، العيله ما تروح من بيروت على الديمور تتسهر، عم بتروح من بيروت على الديمور تتغدى وتتعشى وتسبح. ليش هو ما بيشغل امكانياته الجسديه ويتفاهم مع الورثه ويعملوا مؤسسه هونيك وتكبر ثروتهم وبالحلال وبوطنيتهم وبانتماء لها الضيعه. لا بتكون الضيعه يعني انه مزلي للناس والمدينه صارت مفخره للناس والبكت قاعدوا بالجنوب والبكت قاعدوا بالشمال بده يجي يطق مشوار على بيروت ليشتغل، شو بده يقعد ببيت الضيعه؟ شو بده يعمل فيه؟ طيب بيقدر يجي على بيروت ويشتغل وياخذ شقه وما يبيع بيته بالضيعه ويضل ملتزم هو واولاده بالضيعه. الانتماء شغله بتخلق معك وبتموت معك، مش ما بتشتريها وبتبيعها ومنا تركيب فك وبتركيب. ما بيصير هذا اللي ما نحس عليه بعض الناس عندنا بالمجتمع المسيحي دين ببراغي ومركبين المفرق بجيبتهم وين ما بدهم بفكوا بيركبوا. ما بيصير ما بيصير هذا الواقع اللي هو عم بيحطنا بمواجهه مع الفريق الثاني، لان احنا في عنا ارتخاء نحو المال والمسيح قالنا لا تعبدوا ربان الله والمال، عم نعبد المال. شو ما بيصير هيك يعني؟ ليش طيب ابن الجنوب الشيعي متمسك بالجنوب وليش السني بي 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 بالاقليم متمسك بالاقليم وعم بيزيد وعم بيتنامى، وليش المسيحي بده يترك الديمور وبده يترك دير القمر وبده يترك اهدين وبده يترك صغارتها وبده يترك مجليه؟ لا خلي يطلعوا يشرحوا لي بس ليش. لا هذيك يعيش بزل وانت عايش بهديك عايش بهناء وانت منك عم بيعمل افور على حاله عم بيشتغل. روح بالوقت بتروح على الجنوب يوم سبت وحد بتشوف العالم كيف نازله مثل ملايين السيارات نازله على الجنوب، بيكبر قلبك فين هذا الشعب اللي متمسك بانتمائه الجنوبي. طب كيف هذا؟ ما مر علي حروب وما جيت اسرائيل دمرتهم وما التعم بيبيون، ليش هذا بده يتمسك بارضه؟ وليش انت حضرتك دينك ببروغي بدك تفك وتركب وتجي تنقل من هون لهون وتبيع بـ 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 بالاطراف وتجي تراك الاطراف لك جاي على شغلك يا حبيبي طاع على شغلك، معلش اذا شديت حيلك شوي، معلش اذا تعبت شوي، شو بيصير يعني اذا تعبت؟ طب شو يعني انا اذا كنت بدي بشتري شقه ببيروت وبدي اطلع كل ويكند على اهدين، بدي اروح على صغرتها وبدي اتفاعل مع بيتي محل اللي خلقت محل ربي جدي ومحل اللي ابرو جدي وبي وامي، كيف بتركن هيك لمجرد انه في نفعيه زياده عندي ببيروت؟ بترك تاريخي وبترك الجغرافيا وبترك كل شيء وبعدين بدي اجي صرخ انه ويني حقنا؟ اي حقك انت كمواطن لبناني؟ قديش عم بينتخب عند المسيحيه؟ ده بينزلوا على الاقتراع، ده بيهزوا طيز انه بينزلوا على الاقتراع. كلهم بدهم يعملوا خواجات وكلهم بدهم يسافروا على اوروبا وكلهم بدهم يروحوا يتشمسوا برا، ما بقى عجبهم شيء البلد؟ هذا البلد اللي حضنهم وربيهم وعلمهم ما بقى عجبهم؟ شو بيعمل لهم يعني؟ بختار لهم بلد هلا بجيب لهم مونتي كارلو وحط لهم اياه هون تنبسطوا المسيحيين؟ ليش عندهم احسن من مونتي كارلو؟ شو هالحكي هذا؟ الواقع اللي عم نحسه من بعض الناس انهزامين بشكل بيعين شرايين ما لهم طعمه بقى بهالحياه، ينبر بده يبيع شو بدي اعمل له انا؟ ينقبر يبيع ويحل عن الله تبعي. بس انا من دعيت هيدي ما بقدر بعملها، انا الديمور بقاء بانه قد ما فيني نزلوا عامل الاستثمار بنزول يصفله يروح ينتحر ينقبر يعمل بده. طيب شو بدك تعملوا بالدبية هلا؟ مشكلة كبيرة الدبية، حاطين على مجلس وزراء هلا تتروح البلدية طول بمهلي 6 شهور تيدرسوا لانه هن متأمنين. بس ما يبدو اخذوا قرار بالبلديه انه يمشوا بالقصه اذا لا راحوا بلغوا الوزير جبران وزلوا جاء قالوا الوزير جبران بيصير قال لي ايش بدك بقى بهاللبكي طالما هني بدهم هيك؟ قلت له ما فينا نتركن على عنانهم يعني على مصالحهم مع جيب النضر نمشي بالموضوع. ما في طب ما في حدا يستعيد الارض فوق؟ كيف هي منطقة بدك تستعيدها؟ اساسا هو علي تاج الدين اشترى شركه عقاريه، ما اشترى شركه عقاريه. حدا يشتري هالشركه العقاريه؟ مين بدنا نجيب؟ ما شايفين كيف عم مثل توم انجيري نحن وياهن المتمولين المسيحيه يعني مثل كانك عم تشحطن يعني وقت بتجي كلن بدهم يشتروا يخوتي يعني باليخت اهم من الضيعه اهم من انتمائه. اليخت بين قول فيه انه شقه الارض ما في شيء لا ما في لا بس طيب. استاذ طلال دويها بدي اشكر مشاركتك معنا اليوم، بنهاركم سعيد، اهلا وسهلا فيك. ومشاهدينا ايضا بدي اشكركم على متابعه هذه الحلقه والى اللقاء.